السلام الله عليكم. المرسل ألف ميم عين من القصيم بعث ثلاثة أسئلة. يقول في الأول: والدتي توفي أبوها وهي تبلغ من العمر 3 سنوات، ثم تولى تربيتها عمها أخو أبيها، ولما بلغت الرشد تزوج أمها وتوفيت عنده، وبعدما زوجها أنجب أولاد من امرأة أخرى، فالآن يسلمها أولاد على والدتي دون حجاب، هل يجوز سلامها على أولاد عمها علما أنها تبلغ من العمر أكثر من 50 عاما؟ لا يجوز لها أن تسلم على أولاد عمها، بمعنى أنها تصافحهم لأنهم أجانب منها، وإنما تسلم عليهم بالكلام فقط بدون مصافحة، وأيضا مع الحجاب تلتزم بالحجاب أو ستر وجهها وكفيها وجسمها عنهم. نعم.